السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا ما تحن قادن دون طول كو قدن بيه اللي حجي لو حجي على فارينسيقا اللو قياسا انو قادني إلا أفر بين انو شاقني اي كيو رينشي يا اي كيو اري فارينسي ساندري فيشن كيو ما تقادن دوني ساندري فيشن كو واقع ادي اذقو فضل ساندري فيشن كو حلقوين هو فارينسيقا يو جبارك احيد كالغا سارين يعني سو فارينسي ما ديسانا فارينسيقا يو سمح احيد كالغا سارين وهذا حسن في ديو ورحو كتين الكي نو تالي مركن ساندري فيشن كالغا سارنا وحي نو سبح وين سيكساي وين سيكس اير كاد راح يجيك كسرنا وحا صوبها وحنا نقعد انا سادي الفيش او يمكن حجي كاد انه جلينو ولو في رساله عند انا نمبر كم هو 168.2 ها وما هو 33.64 صوت غير تمام انه غير تشغلنا وينو وينو كشقين كرينا وهلكا اسم لين اي يم لين اس تي يعني نمبر كان ما دوس يعني سفن سفر يوم هاي سوق ما هلكن لين هاي حلين ستاندي حلينا STD دهتنا وحن لين هاي فاري يسيجيني هذا دون تينا يادي إسلا H كده جوده هذي بنا اسمع لك رينا H كلكي ناس بحده ما لين هاي STD سند ديفيشن كينو راديا أوكي و H كينو للي هاي فاري بل كينو لغري ده يام فاري يجنو كتير يام نقول ستاندي فاري يام ستاندي ديفيشن وقطع منو حلونا ده نو ستاند ديفيشن كي بنا سؤال صباحينا عندي كل هواد أهدن ديدا تشيلي يو سالد ديوال قليا انتا سانا سليكا قارسي افتدا تصد ديتنو حالا صدا بعدونا استاندي ديفيشن كيني استاندي ديفيشن فاري اوكي اي ران قرينو اوكي استي دي فاكشن كاسان استي دي كليان لينا استي دي اولو سيقابي استاندي ديفيشن امكا دين ران قرينو وحرجينا دوري صدن لصو صار صدح يصدن يميلها ata ala soo saaray waa 22.19 okay wasal halkiin marka waxaan rajaynayaa in aad iyo aad loo fahmay xogteena sida sandy division keda loo helayo assalamu alaykum wa rahmatullahi 6i oo fiirsada 168.25 marka xidka ka saarnay 22 baa soo baxay sandy division ki noqon doona oo sida ku soo baxday hadaan ka qorno fiirsada 128-2 and ana xidka inaga saar waa ka 22 yaani aminiska ka reebnaa aynu ka reebnaa ii sheega ee pointiga aan dhahna 168 aan soo xidka ka saaro waa ka 12.9 halkana 12.9 waa ka kaynaga soo baxay markaas aan ku baranay afartifa ee shay ee lagu soo saartay measure of dispersion waxa inta kala durksantay ee kala ha range-ga interquartile-ka iyo far isiga iyo sand division-ka assalamu alaykum wa rahmatullahi